السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي الكرام، تحية طيبة وبعد لكم جميعا. معكم محمد جدالله وبرنامج حوار مع جدالله، ولكل من أراد متابعة حلقاتنا على اليوتيوب حوار مع جدالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته زاد اعوجاجا. فالفرض هو نواة المجتمع، وعندما يتزوج ويبني أسرة تصبح هذه الأسرة هي لبنة من لبنات بناء المجتمع. فإن صح البناء بالثقافة والمنهج التربوي الديني السليم والتقاليد الصحيحة والالتزام الخلقي، نجح هذا المجتمع بنواته ولبنته وزاد في كل الاتجاهات وأنتج. أما إذا كان هناك بناء غير سليم وبناء غير صحيح للنواة وللبنة، أي للفرد وللأسرة، فينعكس هذا بالخلافات الأسرية التي هي موضوع حلقتنا اليوم في برنامج حوار مع جدالله، الخلافات الأسرية. ويشرفنا في الحضور الأستاذة الكاتبة سهام سلام، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. والأستاذة الباحثة في شؤون الأسرة رضوى سمير، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. وهنبدأ حضراتكم مع الكاتبة سهام سلام وسؤال دلوقتي حضرتك، يعني عشان نبدأ الموضوع من الواقع ونلمس بعض القضايا المجتمعية الموجودة على أرض الواقع، هل الأقارب دور في إشعال الفتن ونشوب المشاكل بين بعضهم البعض وتمني زوال نعمة بعضهم البعض والسرور للأخبار السيئة عندما يسمعونها عن بعضهم البعض، وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا؟ يعني عايزين نبدأ بموضوع الأقارب والألفة اللي فقدت بينهم والحقد والكراهية اللي بقت موجودة في القلوب، فممكن حضرتك تفيدينا في هذا الأمر؟ للأسف يا دكتور محمد، إن ده الواقع وده دي الحقيقة اللي موجودة في كل بيت. يعني أي بيت بيحدث فيه مشكلة لازم تلاقي فيه تدخل من الأهل أو الأقارب أو الجيران مثلا، بسبب طبعا الزوجة مثلا بتشكي لجارتها على اللي بيحصل ما بينها وما بين زوجها، لا اعملي، لا سوي، سيبي له البيت، سيبي له الولاد. في ناس بتدخل ده داخل الاطار ده انا بتكلم ده انا بتكلم كمان بتوصل للجيران، يعني مش كمان للاهل بس والاقارب، لا ده بتوصل كمان للجيران، يعني الجيران كمان بيتدخلوا، ده انت بتوصليهم لكده. يعني مش حلقه الاقارب بس، لا ده بتوصل كمان خارج الدايره نفسها. ماشي، انا بس بتكلم دلوقتي حضرتك، لو احنا يعني حتة الكراهية اللي بقت موجودة وتمني زوال نعمة الآخر في إطار الأقارب، ما أنا هحكي يا دكتور. اتفضلي. الأول المفروض ما بين الزوج والزوجة يبقى في ألفة وتسامح، ماشي، وحب، وإن أنا وزوجي في أي مشكلة ما بيننا وما بين بعض بنقعد نتفاهم مع بعض، صوتنا ما يعلاش، ما ننفعلش حتى قدام ولادنا مش قدام اهلنا. لا، اللي بيحصل ان بيحصل اي مشكله ما بيننا وما بين بعض بنحكي، ده بيحكي لامه، هي بتحكي لوالدتها، بيحكي لاخواته، هي بتحكي لاخواتها، فبتبدا الحلقه بتاعت المشكله تتسع، بتاخد وضع اكتر من وضعها، كل واحد بيقول رايه سواء بقى بالسلب او بالايجاب، كل ده بيقع علينا في الآخر، بيقع على دماغنا.
المهم ان المفروض كل واحد بيحافظ على اسرار بيته على قد ما يقدر، يبقى فيه حب، تسامح، تفاهم. الاطفال، من حتى الطفل نفسه ما يشوفكش وانت وانت والام والاب مع بعض في اوضتكم. مش بقول يعني الاهل والاقارب كمان، يعني انا بقول لك يعني ان المشاكل ما تبقاش بصوت مرتفع امام الابناء حتى الابناء. انا مش ده، انا بقول لحضرتك يعني اي مشكله تحل في الاقرب للابعد يعني. ايوه، ما هو الابناء الاهل والاقارب الجيران، كل ما صوتنا بيعلى اطفال، بعد كده الاهل، بعد كده الجيران، الموضوع بيتسع، بيوصل بقى لحاجات طبعا احنا مش متوقعينها، انفصال او مشاكل اكبر. ده اللي انا بتكلم عليه. ما انا يعني نحاول، انا ما اذكرش مساوئ زوجي قدام اهلي، ما شايلهوش، ما شايلهمش منه. هو نفس القصه، ما تذكرش مساوئ زوجتك او اهملها في شيء معين. حاول بينك وبينها فهمها، فهمها انت ما تعمليش كذا عشان انا بتضايق منه. مره واثنين رفقا بالقوارير. انت دايما لازم يكون في روح حلوه، في تسامح. بالنسبه بقى لتدخل الاهل، يعني انا عايزه اتكلم بطبيعتي شويه يا دكتور. اتفضلي. زي ما بشوف الواقع اللي قدامي، ماشي، بتيجي مثلا اخت الزوج مثلا، هي قاعده عند مامتها زي ما انا شفته والله، بتقول لي ايه يعني ده حصل، فبقول لها، بتقول لي دي مرات اخويا دايما عند امها، مرات اخويا دايما عند امها. حول الله يا رب. وهي قاعده عند امها، يعني هي بتكلمني بتقول لي الكلام ده وهي قاعده عند امها. طب ما انت عند امك يا جدعان. لازم نحط نفسنا يعني قبل ما نشوف مشكله غيرنا دي، هي برضو معانا، نبص لنفسنا الأول. نبص لنفسنا الأول، نشوف الإطار اللي احنا فيه الأول. يعني احنا دايما اللي بنتصنع المشكلة لغيرنا، وهي المشكلة فينا كمان. يعني احنا اللي شايفين المشكلة دي واضحة عندنا، يعني نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. صح. يعني هو ده ينطبق علينا كلنا، بيت الشعر دوت، ان يعني المشاكل كلها طايله كل البني ادمين، وما بيشوفوش غير مشاكل غيرهم، او بيحاولوا ان هم يتصنطوا ويتصيدوا مشاكل غيرهم علشان خاطر يبقى في شيء من صناعه بقى الفتنه وصناعه المشاكل الاسريه. ويصل الحال احيانا للطلاق، يعني بيصل الامور في كثير جدا من الحالات للاسف الشديد. يا دكتور محمد، كمان بعد اذن حضرتك، عموما اصلا لما المشكله اللي بتطلع من بيتنا لبيت والدتي لبيت والده، خلاص هو الموضوع اصلا خلاص كبر، خرج من ايدينا، كل واحد بيبقى برايي. طبعا الام لا تعالي يا بنتي اقعدي معايا، خلاص المشكله كبرت. نفس الموضوع الحمل، لا خلاص انت هي مش سابت البيت، ما خلاص مش المشكله بتكبر. لازم تكون المشاكل دي على نطاق بيننا وبين بعض في البيت، احنا نحلها مع بعضينا، وبعد كده بقى الامور بتهدى. لكن طول ما العمليه وسعت والموضوع خرج للعيله بقى، والعيله الموضوع كبر وده جه وده جه، خلاص الامور اصلا باظت. بيبقى في شيء بيخرب، في شيء بيبقى في شيء من تدخل الاخرين اللي بيثمر عن فساد ولا يثمر عن ما هو اللي جاي من بره. ما هو السامع من الطرفين، اللي جاي من بره سامع من طرف واحد بس. لو قعدوا الاثنين مع بعض هم اصلا من غير ما يكبروا الموضوع، مش هتوصل لمرحله لكده. تمام. احيانا بيبقى في ضعف شخصيه، يعني ممكن يكون الراجل شخصيته ضعيفه، ما عندوش حته المواجهه، وممكن تكون الست شخصيتها ضعيفه وانطوائيه ومش عايزه يعني بتتحمل وخلاص. ما فيش مشاكل، اما اجيب حد استنجد بيه، اجيب حد عاقل، حد عارفه انه مش هيخرب بيت، حد عارفه انه ناضج، حد عارفه ان هو لما يخش البيت معانا هيتوكل كده على الله ومعانا في الكلام، ومش هيخرب بيتي، مش هيوصل الموضوع ان انا اوصل لطلاق او كده، هيحل الامور بالسياسه. وطبعا لما ده بيقول كلمه كويسه، ده بيقول كلمه كويسه، خلاص الامور بتهدى. هو حتى ربنا لو هو ضعيف الشخصيه، يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. بالزبط. يعني اذا كان في نيه للاصلاح فعلا. صح. مشكله يعني كل واحد بقى، يعني انت بتضرب حقن وبتروح بيتك. يعني عايز تقولي حضرتك ان اللي بيصنع الفتنه هو اهم حاجه عنده يعمل القنبله. وشكرا. يفجر الدنيا وخلاص، بعد كده بيمشي في بيته واحنا بعد كده بنقعد بالمشاكل. طب ايه السبب؟ يعني انا برضو يعني إيه؟ انا برضو بسال حضراتكم، يعني حضرتك دلوقتي استاذ زيمتون، ايه السبب في كده؟ يعني ليه النفوس بقت كده؟
هل ده بسبب مثلا بعد عن ربنا؟ هل ده مثلا بعد عن الدين؟ هل ده مثلا شيء من عدم الرضا والقناعه؟ هل ده مثلا شيء من عدم اليقين والايمان والتوكل على الله؟ ما انا برضو عايز افهم يعني هل ده كله بيندرج تحت هذه المسميات كلها؟ وانتم شايفين وجهه نظركم ايه؟ طبعا انا المفروض احب الخير لغيري برضو زي ما احب لنفسي احب لغيري. انا ليه اخرب بيت يعني واطفال تتشرد بسبب انا عماله ادي حقن يعني بالنسبه للاهل والاقارب يعني هستفاد ايه؟ هو عموما ده كده كده بيحصل اصلا يعني بيحصل في البيوت المشاكل دي. مفيش ما بقاش فيه يعني قناعه ما بقاش فيه حب ما بقاش فيه الدين. الناس بدت قوي عن الدين. الراجل مثلا طول النهار مشغول في شغله بره، الست طول النهار في البيت فبتخليه يجي يحصل مشاكل. خلاص الموضوع اصلا بيتعقد، بيبدا الموضوع يندرج بقى تحت خناقه، وخناقه توصل لطلاق، وطلاق يوصل لناس تيجي تقعد. ده الانتصار للنفس بقى ده بالظبط. يعني الانتصار للنفس كل واحد بقى بيبقى عنده حته الانتصار للنفس والكرامه طبعا. لان طبعا يعني الشيطان بيتدخل، لان طبعا هو يعني الشيطان من يعني من اسمى امانيه في الدنيا وفي الارض، لان هو ألد اعداء ادم وابن ادم ان هو يطلق الزوجه من زوجها ويلبسه التاج، يعني اللي بيصل لهذه المرحله. فطبعا هو بيشتغل على هذه النقطه بقى، الانتصار للنفس والانتصار للكرامه وكل ما يحدث من ايه هذه الترهات التي تدمر الاسره المصريه والعربيه. مشكله انها بتبدا باتفه الاسباب وبتوصل بتكبر بقى، بتكبر بكل ما في اطراف بتدخل، كل ما الموضوع بيكبر الدائره بتكبر. طيب احنا عايزين نخش يا استاذه رضوى حضرتك بصفتك باحثه في شؤون الاسره، اتفضل. ليه بنجد في المجتمعات العربيه ظلم البنت وحرمانها من الميراث او اقرضوها؟ يعني يقول مثلا الكبير بتاع العيله لو هي حقها مثلا يعني مقدار معين ادوها اي حاجه وخلاص ورضوها، وفي ناس ما بترضيش خالص وبيكتبوا كل ورثهم للصبيان بس. ايه السبب في حرمان البنت من الميراث في المجتمع العربي؟ والله يا دكتور هو ده بسبب الجهل. أيوة. طبعا الجهل بحدود الله تعالى ويعني الانتماء للافكار الشيطانيه اللي طبعا ربنا عمره ما يرضى عنها. وطبعا الراجل دلوقتي بيتجوز خلاص تمام، اتجوز ربنا كرمه بذريه، طبعا بقى النوته عايز يجيب ولد بقى يرجع يخلف تاني، ما شاء الله التنين مستمر علشان يجيب ولد. خلاص ربنا طبعا كاتب له ذريه معروفه، خلاص اربع بنات ثلاث بنات، خلاص ربنا رضاه بنات. اما يجي بقى يجوز البنت، طيب البنت دي لها حق عندك انت راجل مثلا ربنا كرمك وعندك مثلا بيت ملك، عندك مكان بتاعك، عندك حته بتاعتك، طب تمام عايز بقى المفروض ادي بقى بنتي ميراثها ده ربنا يعني شرع بيه تمام. لا بيجي بقى يقول لك لا انا هديها ازاي ميراثها، ده هي اصلا اتجوزت وراح العصب غير عصبي يعني مش ابني. يعني حضرتك عايزه تقولي ان هو بيبقى من البنت هتتجوز وهتمشي فمش عصبه يعني مش عصبي مش ابني. وانا هو اي نعم جوز بنتي طبعا اتشال فوق الراس ان واخد طبعا مني 24 ضلع، بس برضو هو مش ابني فهي تاخد الميراث هتديه لهم هم. لكن طبعا لو انا عندي ولد انا ممكن اكتب له كل حاجه اصلا. وبعد كده بقى ظلم. وبعد كده بقى ايه يا جماعه ايه ابقوا يعني راضي اختك، طب راضي اختي ليه؟ طب ما هو ربنا يعني قال للذكر مثل حظ الانثيين، طيب ما تدوني حقي انا مثلا ليا حق كذا اخده، لو جنيه انا ليا حق الجنيه خلاص انا هاخد الجنيه. ليه راضيها؟ ليه نعمل زعله بين الاخت والاخ؟ ما ده بقى اللي بيجيب المشاكل، وده اللي بيجيب بقى ان الاب يبقى في قطع صله الرحم. الاب يبقى في مكانه. ده السؤال اللي احنا جايين ان شاء الله. فطبعا ما ينفعش انا كده بقطع صله الرحم بعمل مشاكل بيني. هو ده السؤال اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله على خير. بس فهو بس سوء جهل يعني وسوء فكر من الناس، لان خلاص هم دلوقتي كل واحد بيدور على الماديات. الماديات شغله ناس كتير قوي الفتره دي، ممكن بسبب الماديات دي ان انا كمان اضيع حق بنتي. وبعدين هو جوز بنتي مش هياكل يعني، هو ما هو جوز بنتي يعني، هو لما ياخد الحاجه ما في الاخر عايدة على بنتي وعيالها. اذا هو تفكير جاهل يعني هي عادات وتقاليد والعلم صحيحه صحيحه طبعا. اقرب يعني تحس ان اقرب حاجه للام والاب هي البنت، هي البنوته هي اللي بتشيل كل حاجه طبعا لوالدتها وهي متجوزه والله بقلب جامد بحب طبعا.
فاهمين؟ بتبقى متجوزه وبيت جوزها والله، وجوزها بيطلع راجل كويس جدا، ولا طب روحي شيلي مامتك وروحي اخدميها لو بقدر الله حصل لها اي ظروف مرضيه. ما هو ده جوز البنت اللي انتم مش قادرين تدوا له الميراث اصلا، يعني ايه المشكله لما هو مش بيدوه هو، هم بيدوا بنتهم وبنتهم بعد كده بقى بتوسع على نفسها ربنا بيكرمها. بتشتري مثلا في بيت، لو قاعده مثلا في بيت حماتها، لو مكان ضيق عليها، لو ربنا رزقها مثلا بذريه كتير والشقه مثلا مش مكفيه، الامور بتبدا بقى تمشي. تمام. ايه المشكله لما احط ايدي في ايد جوزي؟ بيرضى ابنه وبيغضب ربنا، بيغضب ربنا يتألف نار جوعانه. يعني هو لما يقعد يدور ان هو يجيب الولد ويقعد يخلف اربع مرات، ما كده ما بيغضبش ربنا يعني خلاص. ده في ناس بتتجوز مره واثنين وثلاثه واربعه عشان اجيب هو ولد، كل هدفه ما يجيبش ولد، لان ربنا مش بمزاج. ممكن يجي الولد يكون عاقلي. طيب وممكن يجي الولد اصلا معوق وعنده اعاقه اساسا، يبقى انت ما عملتش اي حاجه، لان ربنا مش بمزاج حد. صح، دي حقيقه. طيب نسال الاستاذه سهام، ما هي اسباب قطع صلة الأرحام بين الإخوة والأخوات عموما، يعني الإخوة بعضهم البعض أو الأخوات بعضهم البعض، أو الإخوة والأخوات أو الأخوات والإخوة، يعني عموما إيه أسباب قطع صلة الرحم عموما اللي انتشرت مؤخرا بشكل مفزع 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 في المجتمع عموما؟ يعني هو عموما يعني وشيء معروف جدا جدا جدا، الحريم، النساء أو النساء. النساء طبعا اكيد تفضل تقول له اخوك ومرات اخوك، اخوك ومرات اخوك بالظبط، واختك وامك وابوك، وتقعد تشحنه 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 لغايه ما يقطع اهله فعلا، يقطع اخوه، يبقى الاخ شقه قصاد الشقه وهو مقطعه ما يعرفوش، وهي كل يوم عند اهلها بتشاركهم في مناسباتهم وفي وفي مسراتهم وفي حياتهم. صح. ولو جت لقيته بيكلم اخوه او قاعد عنده شويه، لا تبقى في مشكله. بس ليه يا جدعان؟ ده برضو قله عقل من الراجل، ان الراجل المفروض يتقي الله، يبقى عارف. ما انا هقول لحضرتك، اتفضلي. ربنا سبحانه وتعالى ليه ونشد عضدك باخيك. اخيك صح، الله يفتح عليك. ماشي، انا مين او انت مين عشان تقطعي الصلة دي؟ صح. وربنا بيقول في صلة الرحم بالذات، يعني من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. طبعا يعني صلة الرحم بالذات ربنا قال من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. في ناس بقى لا اتصال، في ناس لا اتصال، يعني في ناس انا اعرفها لا اتصال باخواتهم وقاعدين في دول بره بالسنين، ولا مكالمة تليفون ولا حتى رسالة. خد بالك بقى، ده ضعيف الشخصية أصلا. زوجته بتبقى مسيطرة عليه، وهتلاقيه هو ليل ونهار قاعد عند حماته وبيودهم وفي كل مناسبة معاهم وهي هناك على طول. ضعف شخصية يعني. لكن ضعف شخصية سلبي. ده انت محروم في الدنيا ومحروم في الآخرة. محروم في الدنيا من أهلك ومن عزوتك ومن ناسك، ومن يعني انك ده حب. يعني انت لما بتلاقي اخواتك كده متجمعين وبتشاركوا بعض ذكرياتكم ومناسباتكم وكل حاجه، بتبقى فرحان. ايه الفحده ان بقيت واحده؟ تحس ان في باور، تحس ان انت سعيد. ماشي، انت بتقطع نفسك خالص فعلا، ده في الدنيا. في الاخره بقى ما شاء الله، شوف حسابك هيبقى عامل ازاي. ده عشان انت ضعيف قدام مراتك اصلا. ما هو اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مهما كانت الأسباب يا دكتور، ما قطعش أخويا، ما قطعش أختي. والغريب بقى والعجيب يعني إنها إن تلاقيه اللي مقاطع اصلا اهله دول تلاقيه ليل ونهار عند حماته مثلا. يعني حاجه غريبه، وسايبها هي بتستمتع راحه جايه في مناسباتهم وكله، وانت قاعد. ازاي انت اصلا يعني انا مش فاهمه ازاي ترضى على نفسك؟ لا عادي بقى، تخسر دينك ودنيتك. طيب هنستأذن معانا الشيخ عصام، الشيخ عصام شاهين معانا، اتفضل. اتفضل. ايوه الو الشيخ عصام. ايوه ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك، ده ساعة زي محمد. اتفضل.
معانا الشيخ عصام مدير عام بالاوقاف. اهلا وسهلا بك يا دكتور، ازي صحتك؟ اتفضل حضرتك يا شيخ عصام، اتفضل. يا مرحبا، ازي صحتك؟ يعني ارحب بك وارحب بالضيوف اللي مع حضرتك. اكرمك الله. اهلا بحضرتك. برنامجك وبرنامج كده هادف، اسال الله تبارك وتعالى ان يكون في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. امين. ان ينفع به العباده والسداد رب العالمين. امين. اتفضل حضرتك. يعني حضرتك ممكن تدينا بعض النصائح في موضوع تقويم الأسرة ويعني بناء الأسرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أولا، هي الأسرة ما هي إلا لبنة في المجتمع. نعم. وهذه اللبنة من أجل أن تكون هادفة وتكون لها صلة بالمجتمع وتبني المجتمع، لابد أن تتوفر فيها شروط. أول شرط وهو توفر الوازع الديني في اختيار الزوجين. من البدايه ان احنا حينما يريد الانسان ان يتزوج الرجل او المراه فلا بد ان يختار على اساس من الدين. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر الرجل ان يختار فقال تنكح المراه الاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها فاظفر بذات الدين. يبقى اولا لا منع ان تكون جميله، لا منع ان تكون ذات حسب ونسب، ولكن يحافظ على ذلك كله الدين. وقال للزوجه ايضا او للمراه حينما تختار من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. هذا الاول ان احنا نختار على اساس من الوازع الدين. واحد يقول لك ازاي اعرف ان هي على اساس من الدين او هو على اساس من الدين؟ بالمعامله، بيكون بيصلي ويصوم. واحد يقول لك ممكن يكون بيصلي ويصوم مش كويس، لا، بالمعامله زي ما اختارت السيده خديجه، اختارت النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثته في التجاره فلقته صادقا وامين، ما كانش لا فيه صلاه ولا صوم. نعم. فهي بالمعامله يعرف الانسان الطيب. هذه هي اول لبنه في المجتمع او اول شرط من شروط عدم تفكك الاسره الاسلاميه. نعم. او الاسره في المجتمع. نعم. النقطة الثانية غياب الدفء الأسري. يعني إيه غياب الدفء الأسري؟ إحنا دلوقتي المفروض تبقى الأسرة مجتمعة ويتحدثوا مع بعضهم، الأب والأم والأولاد يعرفوا مشاكل بعضهم وهكذا. دلوقتي بقى الأب في مجال في الشغل والأم في مجال آخر، حتى ما بيجتمعوش على مائدة واحدة، فكل أصبح يلجأ إلى إيه؟ أشخاص آخرين غير الأب والأم اللي هم بيخافوا عليهم. نعم. منهم اللي لجأ للنت ومنهم اللي لجأ لاصحاب السوق وهكذا يعني. نعم. فدي اشياء بتفكك الايه؟ الاسره. النقطه الثالثه اللي هو يعني وصانا بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي حقوق الابناء. علشان تكون اسره متماسكه لابد ان يكون للابناء حقوق. نعم. فهذا رجل حينما جاء الى سيدنا عمر بن الخطاب يشكو عقوق ولده. نعم. يقول له ان ابني بيعقني، فقال له فنهر سيدنا عمر الابن، فقال له حينما نهره قال الابن يا امير المؤمنين اليس لي حقوق على ابي؟ قال له لك حقوق، الاولى ان يختار لك زوجه صالحه او ام صالحه. نعم. الثانيه ان يختار لك اسما حسنا. الثالثه ان يعلمك القران او شيء من القران. فقال الرجل يا امير المؤمنين والله ما اعطاني ولا واحده منهن، فاما الاولى فانه اختار لي ام مجوسيه يعني اعير بها، واما الثانيه فلم يختار لي اسما حسن فاختار لي اسما اعير به، واما الثالثه فلم يعلمني القران. نعم. النقطه اللي بعد كده ان يكون القدوه صالحه، ان يكون الاب والام قدوه صالحه للابناء. نعم. حتى لا يعني ينفروا ويتجرحوا الى غيره. نعم. ازاي؟ حينما يعني الواحد لما راح واحد لاحد الصالحين عشان يعلم ابنه التربيه، قال له اول ما نبدا به انت، نعلم نفسك، تعلم انت التربيه الاول، تعلم الدين عشان تقدر تعلم مين؟ ابنك. نعم. فهكذا الانسان لما الاناء ما بيفرغش الا اذا امتلا، الاناء لا يفرغ الا ايه؟ اذا امتلا. نعم. فبناء عليه لما حكمت احدى المحاكم الشرعيه زمان، ايام ما كان في محاكم شرعيه تحكم، حينما حكمت على سارق بقطع اليد، قبل ان ينفذ الحكم وقف هذا السارق امام الناس يعني، والسارق والسارقه فقطع ايديهما جزاء بما كسب. نعم. وقف هذا الرجل ثم قال قبل ان تقطعوا يدي اقطعوا لسان امي. نعم. فاستعجب الجميع واستعجب القاضي، كيف يقول ذلك؟
أصارخ، قال لأن أمي لم تأخذ على يدي وأنا طفل صغير، أول ما سرقت سرقت بيضة من عند الجيران. نعم. فحينما رأت أمي يعني فرحت فرحا شديدا وقالت لقد أصبح ابني رجل يعتمد عليه. لم تسألني من أين جئت بهذه البيضة وغير ذلك. فلولا تشجيع أمي في الصغر ما كنت سارقا محترفا. نعم. دي بعض الحاجات اللي هي العناصر الأساسية اللي بتبقى سبب في تفكك الأسرة. روعة والله. النقطة الأخيرة إن هو الزوج يعتبر والزوجة ربنا سبحانه وتعالى جعلهم لبعض، هناك ابتلاءات من الزوجة، هناك ابتلاءات الزوج، لابد أن كل واحد يتحمل الآخر حتى تسير المركب حتى تسير مركب الحياة. الآن الزوجة مجرد ما بتيجي تتزوج عايشة أحلام وردية، مجرد ما تلاقي ان الزوج مثلا اثر في الماديات او اثر في غير ذلك، فهي بتقوم تغفر الحياه وتقول لما انت مش قد المعيشه بتجيبني ليه وهكذا. نعم. والزوج لم يتحمل الزوجه، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صبر على اذى زوجته كان له الجنه، وقال نعم. عن الزوجه من صبرت على اذى زوجها كانت لها الجنه. وايما امراه طلبت حضرتك برضو الحديث اللي بيقول وايما الحديث له عقل ويفكر فيه ويتمهل حتى لا تتفكك هذه الاسره. نعم. ولكن الزوج مجرد ما بيحصل اي حاجه الحديث برضو حضرتك اللي بيقول ايما امراه طلبت الزواج الطلاق من زوجها بغير وجه حق فهو بيحكم بعقله. من هنا حرم الله عليها ريح الجنة، اللي هي إذا كان تتحمل أذى زوجها تتحمل المعيشة حتى تسير الحياة من أجل الأولاد. لأن هناك حديث لو عته كل امرأة ما طلبت الطلاق مهما حدث من شجار أو مهما حدث من إزاء من الزوج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا طلبت المرأة الطلاق بغير عذر لم تشم رائحة الجنة. يعني احنا بنعبد ربنا ليه؟ عشان الجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. وكذلك وكان في احد الصحابة لنا يعني المثل الاعلى لما كان هناك احد الصحابة بنشكر حضرتك يا شيخ عصام، احنا بس عشان في مداخلات حضرتك كتير بنشكر حضرتك وجزاك الله خيرا على الافادة الجميلة ديت، وشاكرين جدا لحضرتك. دلوقتي احنا في سؤال مداخلة جميلة يعني ما شاء الله. رائعة، وانا استشعرت فيها الافادة الرائعة فعلا لجموع المشاهدين. بارك الله فيك شيخ عصام شاهين مدير عام بالاوقاف. عايزين بس حضرتك دلوقتي استاذة رضوى ما هي اسباب لجوء الزوج للزواج الثاني؟ تمام. او الخيانات بقى، يعني اما في ناس بتتوجه للزواج الثاني وفي ناس بتبقى سواء الزوج او الزوجه بيتوجهوا بقى للانحرافات الاخلاقيه. والله يا دكتور موضوع الزواج الثاني ده ينطبق عليه حاجات كتير قوي. اتفضل. طبعا هو عدم وجود الحب والتفاهم والالفه يعني والروح الحلوه بين الراجل والست. تمام. انت عارف طبعا ان الفتره اللي فاتت دي كان بيبقى في جواز صالونات. اللي هو دي جارتي فعندها ابن ودي جارتي عندها بنت، فالموضوع بيمشي كده. تمام. بيجي بعد كده الزوج طبعا كان راسم لنفسه حاجات في الست اللي هو عايزها، والست نفس الموضوع طبعا بتخش ما بتلاقيش اي حاجه من اللي هي كانت رسمها في حياتها دي يعني. ايوه. طبعا الا من رحم ربي، ساعات يعني بتيجي كده 1% يعني. فطبعا دلوقتي بيعيشوا فتره ممكن تبقى هي الست تمام وكويسه وعامله اللي عليها كله، وهو الراجل هي مش عاجباه، هو مش حابب ان يكمل معاها اصلا. أي. بيبدا بقى يتجه طبعا ما شاء الله دلوقتي طبعا السوشيال ميديا مش مخليه حاجه. تمام. وطبعا نمسك التليفون 24 ساعه خلاص، هي تعتبر اصلا ما بقتش موجوده في البيت. تمام. يبدا يتجه اتجاه بره. خلاص بقى ممكن يتجوز، تمام ماشي، ممكن يخون حاجه وبتمشي. تعالى بقى للست. الست طبعا بتدور على جوزها، عايزه تخرج، عايزه تتفسح، عايزه تعيش حياتها. ايوه. طيب هو مش موجود اصلا. تمام. هو مثلا مش موجود معاها او ظروفه صعبه بالنسبه لظروف عمله او ممكن او مثلا مسافر بره. ايوه. بتبدا هي برضو
من ده من واقع اللي يعني اللي احنا عايشينه دلوقتي. أيوة. طبعا دي من ناحيه الخيانه، الجزء اللي في الخيانه. ايوه. انها برضو على السوشيال ميديا وبتشوف برضو حد بتتفاهم معاه، يبدا الموضوع يتطور، يبدا ان خلاص هي مش عايزه بقى جوزها، طب مش هطلق، طب مش عارف، الموضوع يوصل للخيانه. طبعا وفي ناس طبعا متجوزين عن حب وكل حاجه، بس طبعا من كتر مشاغل الحياه والضغوط النفسيه والضغوط الماديه في اسباب ثانيه كتير. ايوه طبعا بتبدا الست برضو يعني تلاقي الزوجه بسبب اهمال الزوجه. ايوه ما انا لسه هقول اهو، لسه هقول لبيتها لاولادها. طبعا ماشي، دي حاجه. تاني حاجه ممكن برضو يكون سبب هو خدها على انها يعني ماديا حلو، بص من الجانب المادي شويه. ايوه فهو خد اللي هو عايزه، اتجوزها وخلاص فعلا، هو مش عايز حاجه تاني، متفاجئ بوضع غير اللي كان متوقعه مثلا. خلي بالك لانه هو بص من الجانب المادي، مش بص في تفاهم، فاهماني؟ ماشي، هي ممكن تبقى اصلا في قبول بينا وبين بعض. ماشي، هي ممكن تبقى اصلا مهمله في نفسها، ما فيش مشاكل، ومش مثلا مش يعني هي اصلا يعني اللي هو انا مش مستنياك اساسا، انا مش فاضي، انا العيال شاغليني. وطبعا دي ضغوط على الست. المفروض من الراجل ان هو عادي، مش عيب ان انا انصح زوجتي واقعد معاها واقول لها لا انا المفروض اجي الاقيكي كذا، المفروض يحصل كذا، عادي مش عيب. طب وبينصح مثلا، ولو بينصح وهي لا تنتصح؟ ماشي بقى، يبقى ده في كلام تاني، ده ممكن بقى مره واثنين وثلاثه وعشرة، وبعد كده ببدا ادخل حد كبير اللي هو انا نصحت في كذا 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 مش عاجبني، وهي مش بتعمل بيه، ويعرفها ان انا لو فكرت ان انا يا بنتي اجبنت الناس هتجوز عليكي او يحصل طلاق، هيبقى انت السبب في اللي بيحصل ده. ما هو الطلاق ده، ما هو بعد كده اصلا لما بيجي جواز هي طبعا ما بترضاش تكمل، لا انت اتجوزت عليا خلاص طلقني. يعني ويحصل من هنا بقى التفكك والعيال بقى تروح في اي حته، وطبعا ما حدش مركز مع حد، هي دلوقتي خلاص انها انتصرت وراح اتجوز عليها، خلاص انا مش قاعده له في البيت. قدها، وان هو ده سبب برضو باللي يخلي الرجاله انها بتعدد، ان كل ست ماشيه بدماغها هي، لا انا 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 كويسه، هو شايفني وحشه وحر، دي وجهه نظره. اسباب برضو الزواج يعني من زوجه ثانيه برضو الانجاب. يعني احيانا من ضمن اسباب لجوء الزوج للزواج الثاني في انجاب برضه الناس برضه يقول لك لا انا نفسي اذكر، يضطر يتجوز ثاني عشان بس مش حجه خالص، زي يبقى حرام عليه اساسا، ان هو ربنا اللي بيراضي، وممكن يتجوز ثاني ويجيب بنات برضه. انت بتتكلمي من وجهه نظر كده، من وجهه نظر، وهو حاسس انها السبب، هو حاسس انها السبب، ولو راح اتجوز وجاب سبب منها هي. مش يعني ده جهل بقى. لا معلش، هي الست مجرد اناء بيشيل، هي ملهاش دعوه، ملهاش دعوه خالص. ايوه، هو في الاول وفي الاخر ده بيبقى قدر ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يتجوز ثلاثه واربعه. بنتكلم على الاسباب الشائعه يعني. ما انا بقول لك ممكن وممكن يتجوز. وفي برضه هو حب، في رجاله بتحب التعدد اصلا. فعلا. يعني بيبقى هو متزوج ويلاقي واحده مثلا قريبته. زوجها توفى وارمله يعني. تمام. حضرتك عايز تقولي ان اللي بيتزوج زواج ثاني لاسباب مثلا كمطلقه او ارمله. ان هو بيعول الاسره وبيساعد مثلا في أولادها، الحفاظ على كيان اسره مثلا اولادها. ما اقدرش ان انا اروح اخد واحده وعشان احافظ على كيان اسرتها، وان انا جوزها مثلا توفى او طلقها على خراب بيت، انا ممكن مراتي ما ترضاش. طب ما نتناقش الاول، ما هي اصلا مش هترضى. نادر قوي لما بيحصل كده، نادر. في ناس بتشرط كده. نادر قوي ان هو ممكن يكون. بس هو معلش ما فيش فيه ضرر، ده هو النهارده هو الراجل بيبني اسره، او النهارده بيساعد على ان هو يكفل اسره. طب لو دلوقتي انت هي انت ربنا مرضيك البنات وال بغض النظر ده شرع ربنا. ماشي، طب ما هو تمام. ماشي، ما هو مش كل الناس بتقبل بالتعدد. بنتكلم على الاسباب. احنا بنتكلم، احنا ما بنتكلمش دلوقتي، انا ما بتكلمش على شخصنه الموضوع. ان اللي يقبل او لا يقبل ده شرع الله. على ايه؟ ما هو ما فيش حد هيقبل، لان السيده عائشه نفسها ام المؤمنين غارت. فالغيره دي اساسا موجوده في كل النساء وفي كل حواء، فما فيش اي انسانه في الدنيا بتقبل بهذا الامر، راجل ده شرع الله. طبعا يعني ده شرع ربنا. فاحنا ما بنتكلمش في موضوع شخصنه القصه نفسها طبعا، ولكن هو ربنا سبحانه وتعالى احل هذا الامر. فالناس اللي بتلجا لهذا الامر بيلجاوا بسبب ان الزوجه مثلا بتكون هي في تقصير منها، ولا ممكن يكون التقصير منه، وممكن ما يكونش منهم الاثنين. ويكون هو اساسا يعني في ست كده اللي هو ايه، رمت شباكها عليه زي ما بيقولوا. ايوه، يعني ممكن يكون الست اللي في البيت دي مراتك دي تمام، وما فيهاش غلطه، حتى ولا ما بيقعد مع حد يقول والله انا متجوز ست سبحان الله ما فيهاش غلطه. ايوه، نظيفه وكويسه وعامله امور بيتها، وما يقدرش يستغنى عنها حتى لو يستغنى عن الثانيه. حتى بس سبحان الله بقى، هي في واحده بتبقى ايه زي ما يعني بالمعنى العربي بتاعنا اللي هي رمت شباكها عليه. يعني بتبقى مثلا هي اللي حاولت ان هي تقرب منه بوسيله
او باخرى علشان خاطر ايه يحصل موضوع الزواج. برضو اكيد الست الاولانيه تبقى برضو منشغله شويه مع الاولاد بحكم العيشه وال طيب احنا عندنا سؤال للاستاذه سهام. عايزين حضرتك تقولي لنا افضل الطرق في تربيه الاطفال. عايزين نركز في السؤال ده كويس جدا. ليه بقى؟ احنا عايزين طرق تربيه الاطفال. وهل منصات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والحاجات ديت كل منصات التواصل هل ليها تاثير ايجابي ولا سلبي على الابناء في مرحله الصغر؟ في مرحلة الصغر خاصة هل بيمثل خطورة الأمر دوت وبيحصل شيء من التفكك الأسري ولا حسب الاستخدام؟ ولا أنت وجهة نظر حضرتك إيه بالظبط في الموضوع ده؟ طرق التربية ومنصات التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال. هو بالنسبة لطرق التربية أولا أنا مش عايزة يكون شيء أساسي مواقع التواصل الاجتماعي أو هو اللي بيربي لي ابني. أيوة. لا أنا اللي أربي ابني على القيم والمبادئ والصراحه وكافئه والحلال. يعني ان الطفل لقى حاجه اساله جبت دي منين يا حبيبي؟ دي مش بتاعتك ما تاخدهاش، حطها مكانها او اديها لصاحبها. يعني لو جه مثلا من المدرسه وقال يا ماما انا لقيت مثلا ده اهم حاجه فلقيت مثلا فلوس او لقيت حاجه لا رجعها المدرسه للمدير او رجعها للمستر في الفصل اللي كان عليك في الحصه هو يسال مين اللي ضاع منه الفلوس دي. تاني حاجه القناعه والرضا. يعني انا اصلا ظروفي على قدي مثلا بقعد مع الطفل وافهمه ظروفنا. انا وقت ما بابا يكون معاه ان شاء الله يا حبيبي هجيب لك كذا، ما تبصش لغيرك. صح، قناعه. يعني اقعد واخد ودي مع الطفل. يعني مش هخلي الطفل بسم الله ما شاء الله مواقع التواصل والالعاب والحاجات دي بتنمي مهارات الطفل. تمام. وبتفتح دماغه. لا بس بتعمله توحد وبتشغله. ولازم يكون في جزء من الوقت بس، مش على طول على طول باستمرار. ايوه. لا ده انا اقعد مع الطفل واخد ودي معاه، والله العظيم يعني نتيجه جميله جدا جدا لو عملته اللي انا بقول عليه ده. يعني اقعد مع طيب الطفل. معانا مداخله ونكمل حضرتك السؤال ده لانه سؤال مهم. معانا الحاج سامي ابو موسى رئيس لجنه فض المنازعات الاسريه والخلافات في المنوفيه. اتفضل الحاج سامي. اتفضل الحاج سامي. وطي التلفزيون، وطي التلفزيون بعد اذنك يا حاج سامي. وطي التلفزيون يا حاج سامي بعد اذنك. طيب كملي يا فندم ونستكمل ان شاء الله بعد الاتصال. الطفل المنصات، منصات التواصل. هو على التواصل انا بتكلم على منصات التواصل دلوقتي. وما اراه شخصيا، ده رايي انا الشخصي بقى. يعني اصبح في شيء من الادمان بالنسبه للصغار عن الكبار. يعني حتى الكبير النهارده ممكن يتحكم في نفسه عشان عمله، عشان شغله، علشان خاطر بيبقى مشغول احيانا. اما الطفل النهارده عنده متسع من الوقت ودايما عايز يبقى الموبايل على ايده على طول، سواء جيمز، سواء فيسبوك، سواء اي حاجه، سواء يوتيوب. يعني بقى شيء من الادمان. ده خطر على التربيه ولا مش هيضر؟ هو يعتبر ضرره اكتر من نفعه. يعني حضرتك تقولي سلاح ذو حدين. يعني نفع، يعني قول مثلا 20%. ايوه. بالنسبه ليه هو طفل، لان هو يعتبر العاب دي بتنمي مهارات، بتشغل دماغه كده، لان ده احنا بقينا في زمن كله شغال على كده. أيوة. الكترونيات ومواقع التواصل والميديا، كل حاجه في التليفون. نعم. ماشي. فانا دلوقتي الطفل سلاح ذو حدين. يعني الطفل بقى دلوقتي مدمن. مدمن. الطفل عايز يقعد 24 ساعه فعلا على الجهاز، مش عايز يقوم من عليه. لا ده انا لازم يبقى في اسلوب حوار مع الطفل، لازم يتعلم مني ومن والده، لازم نقعد نتكلم معاه فترات طويله. انت بالنسبه يعني عايزاه يتعود على القناعه والرضا. انا مفيش، ما تبصش لغيرك. غيرك معاه عجله، انا والله هنجيب لك، بس
بابا دلوقتي مثلا ظروفه ما تسمحش، ان شاء الله لو عملت كذا، لو نجحت، لو جبت مجموع، لو مثلا بيلعب لعبه رياضه ونجح فيها او فاز فيها، لا ان شاء الله هجيب لك اللي انت عايزه. وتحاول تكون جد مع ابنك، مش بتضحك عليه، لازم تكون جد معايا يعني، فعلا اتواجد معاك وربنا كرمك وفي يعني ميسر ماديا، هات له الطفل، كافئه عشان يتعود على كده، يتعود على ان النجاح في مقابل ليه. ولما هوعده بحاجه هنفذها، مش بضحك عليك عشان ما تعلمش الكذب، ان انا هقعد النهارده هجيب لك يا حبيبي حاجه، خلاص يبقى انا هجيب لك الحاجه دي. بس لما ربنا ييسر، ربنا ييسر اجيب له، مش اللي هو ابخل عليه واشوف حاجه تانية بقى عشان بعد كده يتعلم الكذب. يتعلم بعد كده لما ياخد كلامي مش هيثق فيه، هيعرف ان انا بضحك عليه اساسا، ويتعود ان الحلال طبعا، القرش الحلال ده بيفرق معاه في حياته كلها. صح. اوعى يعني، انا بقعد والله مع اولادي اقعد اقول لهم ما تبصوش يا اولاد اللي في ايد غيركم، اللي ربنا مدهولنا هو اللي نرضى بيه، بصش لغيرك ابدا. القناعه، قناعه، ما هي يعني هو في طيب معانا مداخله. سياده اللواء احمد رشدي الخبير الامني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور محمد. اهلا سياده اللواء، اتفضل يا فندم. والله انا بواجه خالص تحياتي ودعاء المولى القدير ان ينفع بكم وان يكثر من امثالكم. الله يكرمك يا سياده اللواء، ما نحرمش من ذوق معاليك، ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب. هو محور الكلام بتاعنا ان شاء الله اللي هو على توجيه النصح والارشاد. ايوه. لإقامة حياة سعيدة والبعد عن الخلافات الأسرية. أيوه. في البلاد العربية وفي بلادنا العظيمة يجب أن يصادق الوالدين أبناؤهم وألا يتدخل أحد في تربيتهم، وان هم يكونوا معاهم ملازمين معاهم طول حياتهم لاقامه حدود الله تعالى وتنفيذ التعليم والمبادئ اللي نزل بها الاديان السماويه والمبادئ السامحه بتحقيق الدفء الاسري. نعم، زي ما قال لنا فضيلة الشيخ عصام تقريبا. ايوه الشيخ عصام شاهين. ايوه فندم، بارك الله فيه، والله كانت مداخلته رائعة. والله وربنا ينفع بيه يا رب وينفع بعلمائنا جميعا. امين امين يا رب. يجب ان لا يتدخل احد غير الوالدين في تربية الاولاد. وبرضه بالنسبة للسوشيال ميديا فيها ما ينفع وفيها ما يضر. نعم. المعيار اللي انا هديه لاولادي طبعا مش هديهم لضرهم. نعم. فاذا كان عن طريق الوالدين فلا خوف عليهم ان شاء الله. نعم. فيجب ان الوالدين يكونوا موجودين دايما مع اولادهم ومصاحبينهم و ينقوا النافع لهم والاصلح لهم ان شاء الله. السؤال حضرتك بقى، بحكم ان حضرتك اشتغلت يعني وشغال في المجال الامني والمشاكل ديت في مراكز واقسام وكده، السبب يعني الرئيسي بيبقى في المشاكل الاسريه، هل الزوج ام الزوجه ام الاهل والاقارب؟ والله هو البعد عن الراحه والموده والرحمه. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل في العلاقة الزوجية ديت المودة والرحمة. نعم. متى وجدت المودة والرحمة فيما بينهما يبقى إن شاء الله هتبقى فيه سعادة وإن شاء الله مش هيبقى فيه أي مشاكل. نعم. إنما هو الزوج لما بيجي يلجأ لأخرى عشان يتزوجها وهو بيبحث عن الراحة.
نعم هو مش لاقيها في اللي مع في الزوجه اللي معاه يعني. نعم. وكذلك العكس، الزوجه اللي ما بتلاقيش راحتها مع جوزها، هو ما فيش حته الود والحب والمعروف المأمول يعني، نعم، واللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيه، نعم، في كل الاديان السماويه وفي كل المبادئ الانسانيه. اللي احنا بننادي بيها والاديان كلها بتنادي بيها. فلو وجدت المواده والرحمه محدش هيبص لحد تاني، والاثنين هيكفوا بعض يعني. نعم، شكرا لحضرتك سياده اللواء على المداخله الرائعه ديت، ونتمنى حضرتك دائما وابدا معنا ان شاء الله في مداخلات قادمه باذن الله نستفيد من حضرتك امنيا. شكرا سياده اللواء احمد رشدي. نكمل حضرتك. لفت نظر برضو لنقطه يعني، ان احنا اللي بنأسس في الاطفال الاخوات هم صغيرين وهم اطفال، لازم تحبوا بعض. اي حاجه تتقسم عليكم انتوا الاثنين، يبقى في شيء من حتى القبلة ما بقاش في تمييز يعني، مش في تمييز. الا بقى لو في طفل مثلا عنده مثلا ظروف عاهة مثلا او عنده اعاقه او عنده اي مشكله مرضيه ظروف خاصه يعني. أي فده بيبقى بيميز، وبنخلي كمان اخواته معانا بيعطفوا عليه اكتر ويحبوه اكتر. بنعودهم على كده عشان فيما بعد يشيلوه. تمام. بتكلم بقى على ان الاطفال لازم احنا اللي بنخليهم كده من الاول، احنا اللي بنأسس البيت الاسره وهم اطفال. طبعا وهم اطفال. لازم معاك حاجه ادي لاخوك، عين لاخوك. هو نتربى على شيء شاب عليه. من شبع على شيء شاب عليه. يعني انت لو ربطيه من الاول ان حبيبي ده اخوك واحب اخوك والحاجه اللي معاك قسموها على بعض، خلاص هيكبر يعمل كده وهو طفل. ايوه لغايه ما يكبر اخوك اختك ود اخوك. هو مجرد ما انزرع في قلبه الحاجه دي من هو طفل، بعد كده خلاص مش محتاجه تقولي بقى اخوك، هو خلاص حتى لو ايه خلاص هو عارف ان ده اخويا. لا وما اقعدش اذكر مميزات ده يعني، بيبقى في احيانا طفل مميز عن طفل. يعني سواء في الدراسه، سواء مثلا ما شاء الله في الذكاء، صح، في اي حاجه، في حاجه في الرياضه. طب احنا معانا سؤال اخير بقى موجه ليكم انتوا الاثنين عشان وقتنا. كل حد نسمع منه، نسمع الاول من الاستاذه رضوى وبعد كده من حضرتك تختمي معانا بقى ان شاء الله. اتفضل. السؤال: ما هي الطرق والسبل والنصائح التي توجهونها للاسره عامه لعوده الامن والامان والدفء والرحمه عموما؟ الحب. الحب. تمام. الحب. الحب الصادق يعني. الحب الصادق والموده. ويكون في صدق، ويكون في ثقه. لان في كلتا الحالات، ان الثقه خرجت من باب البيت الشيطان بيخش على طول. ممتاز. يعني حضرتك عايزه تقولي ان الثقه والحب هما الاساس. طبعا. في عوده روح الدفء والامان للبيوت المصريه طول عموما. طول ما مفيش حب ما بين الناس وبعضيها وانعدام الثقه. وانعدام الثقه، الثقه دي بالذات انا متهيألي ان هي بينبني عليها حاجات كتير قوي. مفيش بيت بينخرب الا من وجود عدم ثقه. لو في ثقه بين الراجل والست ما بيحصلش طلاق. نعم. لو في ثقه بين الام وبنتها ما بتشكش فيها. نعم. لو في ثقه بين الولد وباباه ما بيعملش حاجه غلط، والاب يبقى واثق، عارف ان انا واثق في ابني ما بيعملش غلط. أيوة. خلاص بيبقى متربي من البيت اصلا ان في دفء وفي حب وفي ثقه. خلاص مش هعمل غلط، انا عارف ان انا بابايا مربيني على كده هطلع كده. يعني عوده روح الدفء والامان للبيوت المصريه بالحب والثقه وتواجدها بين الطرفين. طبعا. استاذ ايهاب، زي ما استاذه رضوى قالت. ايوه. تسامح، التفاهم، تسامح. يعني ده يفوت لده وده يفوت لده زي ما بيقولوا بالعاميه. لا وبنبدا ده يعدي وده يعدي ما بينهم ما بين الاخوات. بنكمل بعض. ايوه. بيكملوا بعض. ايوه. في اي ظروف يعني، واحد ظروفه غير التاني، واحد ما شاء الله ماديا احلى واعلى، برضه شوف اخوك يعني الظروف جت عليه شويه، ربنا اداك اقف جنبه. اقف جنبه. حضرتك عايزه تقولي ان اللي يعني يقدر يساعد المحتاج يقف جنبه ويساعده. بس انا عايزه احكي على حاجه بسيطه جدا. ما معناش وقت بقى يعني، ممكن في ثواني. ثواني. 30 ثانيه. يعني واحده بتكلمني بتقولي ده جوزي عايز يدي مبلغ لاخوه، اخوه ظروفه على قده جدا. أيوه. وهي مبسوطه، هو مبسوط. ايوه.
بس بابله وظفه. نعم. والتاني ما لحقش يوظفه. تمام. فقعد في الايجار وبتاع، فبتكلمني يعني وبتقول لي ينفع ينفع ده تعبي ده تعبه. قلت لها بصي يا حبيبه قلبي، انت عندك مثلا محمد واحمد ولادك، تخيلي ان محمد ما شاء الله مبسوط واحمد ظروفه على قده، هما الاثنين اهو احمد ومحمد، ازاي ازاي انت هتكرهي ان محمد يدي لاحمد؟ في الاخر ولادك، في الاخر اخوات 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 يا ستي، ايه الزمن جه على ده وانت ربنا مديكوا صح، وسع على اخوك. شكرا شكرا لحضرتك. مشاهدي الكرام تحياتي لكم. انسحب بساط الوقت من تحت اقدامنا ومرت الحلقه سريعا. يتجدد بكم اللقاء مع برنامج حوار مع جدالله. نلقاكم على خير. تحياتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.